يقدر عدد النازحين واللاجئين السوريين داخل البلاد وخارجها ب 13 مليون شخص. هذه ملفات ثلاثة منهم على وجه التحديد. إذا بتحب فينا نكمل من محل ما وصلنا. بس وين وصلنا؟ السدالية زوجتك عم تقول إنها كانت حامل. وشو دخل هاي بهاي؟ يعني بوراقنا وبملفنا. هذا وضع إنساني، ممكن يفيد بملفكن، بس إذا مو حابب تحكي بالموضوع فمانك مضطر. لا لا، ما في مشكلة إذا بفيد. هي يعني صار القصف مظبوط، هي كانت حامل بالشهر السادس، بنوتة يعني. بس بالقصف والدربكة راح البيبي. هلأ الحمد لله هي ما صار لها شيء، أو يمكن أنا كنت مفكر أنه ما صار لها شيء لوقت قصة بنت الجيران. لك الله لا يوفقه، الله يكسر إيديه. والله يخرب بيته بطل الفيلم، صار قاتله شي 100 واحد، أنا ماني فهمان على شو بطل. ولك فيلم شو؟ مالك سمعان الأصوات مع بي الحارة؟ أصوات شو؟ طولي بالك. لك اسمع وطي الصوت. عم عم شو صاير؟ لك مين هدول؟ اتصلوا بالشرطة. لك مين هاد اللي عم يضربها؟ هي جارتنا بالبناية اللي مقابلنا الطابق الخامس. ومين هاد اللي عم يضربها؟ اتصلوا بالشرطة. ما في داعي، ما في داعي، أخوها هاد. وإذا أخوها يعني رح يموتها للبنت؟ هلأ لا تعملي يا دراما، مو أول مرة بتصير، هدول دائما هيك. كيف يعني دائما هيك؟ عمي هاي الفتاة على ما يبدو طايشة، تبع حركات تتعرف على شباب ومن هالحكي. إيه وأهلا مو من هالستايل بالمرة. ليكو إذا ما حدا فيكم بده ينتخي أنا رح دق. شباكي كرزتي؟ اختي تفضلي احكي مع الشرطه. شو بدهم يعملوا لك الشرطه يعني؟ موضوع عائلي بحت. هدي داليا هدي، لا تدخلينا بقصص ما لنا علاقه فيها. ولك بنت عم تاكل قتله بنص الشارع، كيف يعني ما دخلنا؟ والله لو غريب يلي عم يقتلها، كنا نحن نزلنا عملنا اللازم، بس هاد اخوها. بلا يعني حضرتك ما عندك مشكله تدقني قتله بنص الشارع عادي يعني؟ انت مو مثله. شو عرفك؟ بلكي انا مثله وانت مالك عرفان. شو بكي داليا حبيبتي؟ ليش عم تحملين المسؤولية؟ نحن شو دخلنا؟ لك لأنه هي بنت ممكن تنقتل وتموت شي مرة بالشارع. هاي قضية عائلية ما فينا نتدخل فيها. لا هيثم، إذا القصة فيها قتل وموت أكيد لازم نتدخل. تفضل أبو الشهامة، يلا روح اعمل مثل بطل الفيلم وأنقذها، بجوز أخوها هلأ عم يسن الساطور ليذبحها. ايه بنزل. كأن الجماعة فاتوا على بيته. أخي في ناس ما بتقدر تتحمل هيك عار، مو بإيدهم. هلأ البنت إذا حبت صار عار؟ مع أساس أنت مثقف ومع حقوق المرأة وبدك تتجوز أجنبية؟ الله يعين أهلها على هالموقف، شو ذنبه؟ لك يا بني آدم طلعت الكل ضحايا ما عدا البنت؟ إيه مزبوط، وبلوم الأهل إنه ما ربوا منيح. لك حاجتك بقى يا؟ يعني إذا البنت ما عجبتنا تربايتها بنذبحها؟ وإذا تخانقنا مع العالم بنقتلهم؟ مو هيك، بس هي بالنسبة لأخوها غلطت ولازم تدفع الثمن. لك لسه بيقول لي أخوها؟ رح أرجع أسألك، إذا أنا كنت محل حضرتك شو بتعمل؟ بتدفعني الثمن؟ ولا تقلي أنت مانك مثلها؟ لا شرحي لي أكتر، أنا هلأ صار بدي أفهم. ليكو غريمك داليا، في عمرك شو؟ شبك تبلكمت؟ شو بتحب جيب لك أستاذ هيثم؟ سكين؟ ولا مسدس؟ نقي يا عليك يا داليا، شو مخيلتك واسعة؟ فكر حالك أنظم منه؟ أنتوا اثنين أضرب من بعض. قال أنا كنت بدي أجيب بنت على هالدنيا، الحمد لله أنه راحت، الحمد لله أنه راحت. بعد كل شي خسرته ما بقى فيني ضل هنيك.